أنا مهدي عطية كريرة، بشتغل في مجال المسرح والماريونات دمى الخيوط. أيام السي أم سي أو أيام تبعون انصراف. هاي جبتهم بدري. لا عن جد بدري. هذه لدمية معتز. طيب استنوا دقيقة بس، عشان أنا اللي بدي أحكي يعني أولوياتنا في المرحلة الجاية. يعني إحنا بدنا نتبع اليوم إيش ناقصنا في هذه المسرحية، ديكورها، الشخصيات. هذه لو انفتحت من هان مثلا وكان باب هذا تقدر تدخل عشان الخيطان. كمان الكاركتر تبعه بتكون تعرف انه هو كرتون، يعني الاطفال متعودين على حركته، على تنيته، على كذا، متعودين عليه يسيح، يصير سلايد، يقف. فانت بدك على الاقل تعمل حركه فيه او حركتين. فالقصه اللي انا براسي نشتغلها انه يكون قاع الهامور وجع عليه الأجهزة الجديدة هذه، فكيف بدها تصير حياته؟ بدنا ننقل اللي بصير عنا على قاع الهامور وكيف تأثيره. وين وصلنا؟ وين الشخصيات اللي بدنا إياهم؟ شفيق، ومطلوب كمان نحضر كتير منه هذا المسلسل عشان نعرف علاقاتهم بعض. بدنا مرداخ 120. بالنسبة من وين بيجي فكرة إنه نشتغل على موضوع معين؟ هو من حياة الناس ومن حياتنا اليومية، حتى المفردات اللي بنستخدمها في المسرح. مثلا اشتغلنا على التسرب المدرسي كمان قبل هيك، وعلاقته بالجي بي في، العنف المبني على النوع الاجتماعي. اشتغلنا على أشياء كتير لها علاقة بالأسرة والطفل الفلسطيني. شو في أحمر؟ وين دي؟ وينه رجلي؟ وينه؟ هذا ضايل حيطلع. احنا لو بدنا نحكي على المعيقات اللي ممكن تواجه هذا المسرح، اهمها اللوجستيات، يعني المواد الخام، التيار الكهربائي. المواد الخام، في مواد خام منعها الاحتلال تدخل. مثلا احنا الان ما لناش مكان نشتغل غير الورشه هذه. كمان بيعيقنا انه بدنا مساحه نعرض فيها الأذونات والتصاريح، نعرض في الشارع. كمان هذه من أحد المعيقات. بنفعش نضل في بيننا وبين الجمهور جاب في مسافة، لا، لازم دائما نشتغل ودائما نكون حاضرين في المجتمع. فإذا ما كانش في استقلالية واستمرارية للشغل وفي تمويل باستمرار، هذا معيق بحد ذاته. هيك دمية سبونج بوب صارت جاهزة للعرض. حنكمل الخيطان، استنونا بالعرض. يلا يا ساري، بدنا نحضر المسرحية بس بدنا هدوء. جايين لسبونج بوب ما كانت هوا. أنا سبونج بوب، بوب سبونج بوب. يعني هدول كانوا هم فضائيين، هو عبارة عن فضائيين اثنين، أوريو والصبية هذه اللي من الفضاء، بدهم يتعرفوا على شاب وبنت من الأرض بشكل عام. فلما بينزلوا على الأرض تحديدا في قطاع غزة، هذول الدميتين بيلاقوا إنه أصدقائهم اللي بدهم يتعرفوا عليهم بالمكان هذا بيتمارس عليهم عنف. في الأسرة كلها عنف، تنمر الأخ على أخته، الزوج على زوجته، الأطفال على بعض. فهذا كمان بيأثر سلبا على الأطفال. ما الذي يمكن أن نفعله من أجله؟ انبسطوا يا حلوين. وعنا إن شاء الله كمان رؤية تانية للمسرح والدمى، وأفكار كتير مهمة بالنسبة للدمى العملاقة، دمى البيج ماوث. لون وصلتي إن شاء الله حنقدر نحقق كل هذه الطموحات بوجود فريقنا اللي كتير رائع، ومستمرين في تحقيق حلمنا إن شاء الله. أنا مهدي اللي شفته قصتي أول فيديو، بس مهدي مختلف تماماً بعد الحرب. تعالوا شوفوا القصة الجديدة.
زي ما قصفوا كل قطاع غزة، قصفوا المراكز الثقافية وكل أشياءنا وأحلامنا، كل البنى التحتية. خلال العدوان نزحت إلى جنوب الوادي، منطقة دير البلح، والآن أنا بحاول أني أنجو بنفسي وبعائلتي، وأنجو من ضمنهم بفني وبإبداعي وبالدمى اللي أنا بحبها. هو الحاجة أم الاختراع، ولكن الآن الصمود هو أبو الاختراع. أنك تصمد بفنك وبإبداعك وبمشاعرك اللي بتحثك على أنك تضلك تشتغل. بحاول أني أعيد إنتاج المسرحيات اللي كنت منتجها في وقت سابق، أنتج لها شخصيات من نفايات صلبة أو معلبات المساعدات أو الكراتين. بحاول أعمل عروض وأعرضها في مراكز الإيواء والنزوح. بنحاول نلون الأشياء ونظهرها بصورة أجمل للأطفال. عسى إنه هذه الحرب تكون ذكرى ونضل عايشين وصامدين بإذن الله.